نحن هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة من برنامج نحن هنا. واعتدنا من هذا البرنامج أن نصل بكاميراتنا بكم إلى كل ما هو فريد وجديد إلى تغطية مهرجانات وأنشطة بلادنا الغالية. الليلة بمشيئة الله نغطي حدثا معتادا نستقبله كل عام. العادة في كل عام هذا المهرجان يكتظ حقيقة بزواره بعشاق هذه الثمرة الرائعة الشهية، مهرجان التمور، بعشاق تجاره وأيضا بعشاق زواره، حيث تتوقع إدارة المهرجان أن تصل إيراداتها هذا العام فقط إلى 1 مليار ريال، بل أن كل فترات من فترات هذا المهرجان تدخل تقريبا يوميا 2000 سيارة محملة بالتمور. خلونا وياكم نتكلم بشكل أكبر ونتوسع بشكل أكثر إلى هذا المهرجان وأن نلج إلى أسيابه. معنا هناك مراسلنا يحيى رياني. السلام عليكم، أسعد الله مساك. مساء الخير أخي يوسف، الله يسعدك. الأمور طيبة؟ الله يحييك أخي يوسف، مرحبا ألف. كيف حالكم يا أستاذ ريان؟ نحمد الله في خير ونحن سعداء فيك أخي يوسف. ما شاء الله، أول شيء الحمد لله على سمة الوصول. الله يسلمك. الأمر الثاني، الآن الزوار ربما يطرقون أبواب المهرجان التمور، متى يفتح الآن المهرجان أبوابه للناس؟ نعم أخي يوسف، مهرجان التمور من المهرجانات المهمة والكبيرة على مستوى المملكة، وهو مهرجان التمور الأول والأوسع والأشهر على مستوى العالم. المهرجان الذي يستمر لشهر ونصف الشهر يفتح أبوابه للزوار والمرتادين من 5 إلى 9 صباحا في الفترة الأولى، ومن 5 إلى 9 مساء في فترته الثانية، بتنظيم أكثر من 4000 شاب وشابة. جميل يا أستاذ ريان. يحيى سم، وش رايك بعد التجوال الان اللي اخذت لفه ودوره وكذا، كيف الاسعار تجدها مفتعله ولا لا باس بها، يستطيع يعني من يرتاد هذا المهرجان بالشراء فيما يتعلق ايوه فيما يتعلق بالاسعار اخي يوسف؟ الاسعار تتراوح غلاء وهبوطا بحسب نوع التمر. لا شك ان هناك نوع من المبالغه في بعض الانواع، لكنها ان شاء الله ضمن حدود المعقول. الجدير بالذكر ان بعض الانواع النادره والجميله والمميزه من التمور قد تصل الى 20,000 ريال. ما شاء الله تبارك الله. يحيى سم، الآن وأنت الآن في جنبات هذا المهرجان، لربما تجد أناس خارج المنطقة ربما يعني ضربوا أكباد المواتر إلى هذا المهرجان، ممكن يعني تستشف لنا بعض من زار المهرجان ونسمع عن انطباعه له؟ نعم أخي يوسف، قبل أن نذهب إلى هذه النقطة، مسألة زوار المهرجان هل هم من داخل فقط المنطقة أو من خارجها، الجدير بالذكر أن هناك فعاليات مصاحبة الأمر الذي يضاعف أعداد الزوار والمرتادين. جميل. لهذا المهرجان كركن الأسر المنتجة وركن الرسم والمعارض، معارض الحرف اليدوية، وهناك أعداد كبيرة من الزوار تتوافد إلى المهرجان في الفترة المسائية. ولعل معنا الآن أحد المرتادين، نأخذ معنا جولة. مرحبا كيف حالك؟ الله يحييك. يا مرحبا. يا هلا وسهلا. الاسم الكريم؟ معك أخوك مهند الجمعة. أهلا أخ مهند، أنت أحد المرتادين والزوار لمهرجان التمور، كيف تقيم انطباعك عن هذا المهرجان؟ والله المهرجان كل ماله كل سنة يتطور عن السنة الماضية. أنا هذه السنة الثانية اللي زيارتي المعرض، صراحة كل ما المعرض يتطور أكثر وأكثر، هذا دليل نجاح المعرض. وأنا شفت لقطة كده بسيطة في أحد القنوات في الهند، هذا دليل على تطور المهرجان، وكل ما يتطور كل سنة يتطور أكثر وأكثر. أستاذ يحيى،
نستغل وجود ضيفك معنا، أسأل بالله عن المنتجات اللي ممكن يرى أن جودتها مرتفعة عن غيرها من الرديئة مثلا. الزملاء في الاستوديو يسألون عن المنتجات الموجودة في المهرجان والتي قد تكون أيضا أسعارها مرتفعة. ممكن أتوقع أن التمر السكري هو أعلى نسبة الغلاوة، فتلقى الناس تتساعر في مسألة يوصل على ما قلت بعض الأحيان يوصل 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 يعني. شكرا لك أخواني، شكرا لك. مهرجان التمور أخ يوسف لا زال في بدايته، ومن المتوقع أن يتضاعف أعداد الزوار في الفترات القادمة. شكرا لك أستاذ يحيى رياني مراسلنا من مهرجان التمور. العفو أخ يوسف، لا تنساني بالله سكري وكذا. ها سام أبشر يا أخ يوسف. الله يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم بعد هذه الجولة الرائعة الشهية، هذه الثمرة المباركة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة في القرآن الكريم، وتحدث عنها أيضا الشعراء، ولعل ما قيل فيها أحمد شوقي: طعام الفقير وحلو الغني وزاد المسافر والمغترب. بإذن الله نحن هنا في تغطيات عدة في بلادنا الغالية بمشيئة الله تعالى. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.